الشباب يكسب في الأهلي والزمالك، شباب ما بياخدش 10 و20 مليون، مستقبل حلو للكرة المصرية. اسيست من يوسف أسامة نبيه واسيست من زياد طارق طلعوا الزمالك والأهلي كسبانين النهاردة. شباب شاركت بشكل اضطراري مش بالتخطيط والتفكير، شباب ما يعرفهمش السوشيال ميديا وضغطوا علشان يلعبوا، شباب اتأسس صح مش لاعب عمل كوبري ولا شوطة حلوة فتمنه بقى 20 مليون، شباب يخلينا نقول بكرة ممكن يبقى أحسن، ممكن يبقى أفضل لكواليتي اللاعب المصري، المهم يعرفوا إن لسه بدري عليهم وما تاخدهمش أضواء السوشيال ميديا الزائفة ويروحوا زي اللي راح.